ليه المعلم المصري ناجح في كل الدول العربية؟ عشان بياخد حق. طب على نفس بقى السياق بتاع المرتبات، حضرتك شايف ان ظاهرة الدروس الخصوصية هي احدى الظواهر اللي اثرت في التعليم بالسلب؟ بالظبط. شايف ان المدرس عمل كده عشان خاطر ضعف المرتب بتاعه؟ لا، هي وسيلة من وسائل تحسين مستواه المادي، لكن ظاهرة الدروس الخصوصية ظاهرة انتشرت بشكل سريع. لكن لما نقول الظاهرة انتشرت فين، أقول انتشرت في عواصم المدن وليست في القرى والنجوع والكفور. يعني أنا مثلا لما أحط نسبة تقريبية لأبنائنا المعلمين والمعلمات اللي بدوا دروس خصوصية، أحط لها ما لا يزيد عن 2-3%. هدف تفتكر المدرسين الشغالين بالحصص يعني اللي ممكن ياخدوا 500 أو 600 جنيه في الشهر ده عايش إزاي؟ لا، ما احنا لسه بنقول ان المرتبات متدنية، ويجب نظرة الدولة لمرتبات اخواننا المعلمين والمعلمات. انت لو نظرت لمرتبات معلم، احنا مش عاوزين نقول انا مثلا عايز مرتب المعلم المصري يبقى زي مرتب المعلم الخليجي او مرتب المعلم الفنلندي او الياباني او البريطاني او الى اخره. دي اعلى مرتبات في دولهم، يعني الياباني الالماني المعلم هو اعلى مرتب في الدوله.